الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد يظل رهينا بالعمل الجاد من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي واستثمار مناخ الثقة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في بلادنا. وفي هذا الصدد فإن الأحزاب السياسية التي كرست الدستور الجديد مكانتها كفاعل محوري في العملية الديمقراطية أغلبية ومعارضة مدعوة لمضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين وخاصة الشباب مع العمل السياسي بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب التي أناط بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيئات وآليات الديمقراطية المحلية أو التشاركية أو المواطنة. وفي نفس السياق فإن المنظومة الدستورية الجديدة تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية، وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا، بيد أن التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة لحسن اختيار ممثليهم. فعلى الجميع أن يستشعروا أن الأحزاب والاختيارات التي يريدها الشعب والمؤسسات المنبثقة عن إرادته هي التي ستتولى الحكم نيابة عنه وتتخذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام طيلة مدة انتدابها باختيار منه، كما أن على المنتخبين استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري وجزاؤها القانوني وضوابطها الأخلاقية الملزمة. وبموازاة ذلك يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة كقوة اقتراحية وكرافعة ناجئة وشريك أساسي في توطيد هذا البناء. شابي العزيز، إن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد بما يكفله من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وواجبات المواطنة سيبقى صوريا ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي وعلى تقدم وطنه. ومن هنا فإن تفعيل آليات الدستور الجديد لا يجوز أن يحجب عنا ضرورة مواصلة جهود التنمية، بل يتعين أن يكون بحكامته الجيدة رافعة قوية لتسريع وتيرتها في حفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية والمالية التي صارت قاعدة دستورية، كما أن توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي جاء بها الدستور الجديد يقتضي مواصلة رفع التحدي الأكبر للتصدي للبطالة والفقر والهشاشة والأمية، وذلك من خلال إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن لجوهر هذه الحقوق من تعليم نافع وعمل منتج وتغطية صحية وسكن لائق وبيئة سليمة، وكذا من تنمية بشرية، ولا سيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبنفس العزم فإن التعاقد الاقتصادي الجديد يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة بما ينسجم مع روح الدستور الجديد الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية الضامنة لحرية المبادرة الخاصة ولشروط المنافسة الشريفة وآليات تخليق الحياة العامة لضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والفساد والرشوة. شابي العزيز، إن القانون الأسمى الجديد للمملكة بما يكرسه من تشبث بالمرجعيات والقيم الكونية المثلى من سمو للمواثيق الدولية كما صادقت عليه المملكة على التشريعات الوطنية
يشكل رافعة قوية لعمل الدبلوماسية الوطنية في خدمة المصالح العليا والقضايا العادلة للمغرب وتعزيز إشعاعه الجهوي والدولي. وإننا لواثقون بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة والحكامة الترابية بكل مناطق المملكة وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي ونهائي لنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد مبني على روح التوافق والواقعية وفي إطار المنظمة الأممية والتعاون مع أمينها العام ومبعوثه الشخصي. وإذ نؤكد أن قضية وحدتنا الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات في سياستنا الداخلية والخارجية، فإننا ماضون في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الترابية التي لا مجال فيها للمساومة. وانطلاقا من ثوابت سياستنا الخارجية التي عملنا منذ اعتلائنا العرش على ترسيخها، فإننا عازمون على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي وتنمية علاقاته الدولية مهما كانت الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة والأوضاع الإقليمية الصعبة، كما أن تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية طبقا لما كرسه الدستور الجديد من دسترة قواعد الحكامة الجيدة كفيل بترسيخ مصداقية بلادنا كشريك اقتصادي ذي جاذبية قوية في ميدان الاستثمار، عماده في ذلك رصيده الهام في مجال الشراكات والتبادل الحر مع عدة دول ومجموعات سواء في جوارنا المباشر أو مع قوى اقتصادية أخرى وزنة. أما بالنسبة لروابط انتمائنا الإقليمي فإننا سنظل متشبثين ببناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد له عنه، مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة لتذليل العقبات التي تعرقل مع كامل الأسف تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس. وفي هذا الصدد فإن المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاتنا الثنائية مع دول المنطقة مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والخطائية الجارية المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة. وإننا لملتزمون وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبين الشقيقين ولتطلعات الأجيال الصائدة بإعطاء دينامية جديدة منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين بما فيها فتح الحدود البرية بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار وللاندماج المغاربي وانتظارات المجتمع الدولي والفضاء الجهوي. وعلى مستوى انتمائه العربي والإسلامي فإن المغرب الذي يتابع بانشغال ما يجري في بعض البلدان العربية الشقيقة من تحولات يعتبر أنه لا مناص من التعاطي مع قضايانا وتحدياتنا بروح جريئة واستشرافية بالحوار التوافقي البناء بعيدا عن كل أشكال التعامل التقليدي الذي برهن عن محدوديته وعدم جدواه، وذلك لتطويق المخاطر المهددة لسلامة الدول ووحدتها الترابية. وإن خدمة المصالح الحيوية للأمة العربية في هذا الاتجاه لا يقتضي قبل كل شيء الاعتماد على روح التعاون والتكامل والشراكة المثلى بين كل مكونات الوطن العربي وتكتلاته الإقليمية، وتظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتنا ولا سيما في هذه الظرفية التي تشهد انبثاق آمال عريضة أفرزتها المواقف الإيجابية لبعض الأطراف الدولية الكبرى والآثار المنشودة من المصالحة الفلسطينية. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس فإننا نوجه نداء للرباعية الدولية لتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجددين التأكيد على أن السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر ضمان حقوق جميع الشعوب المنطقة في الحرية والاستقرار والازدهار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار عاصمتها القدس الشرقية. أما علاقتنا مع عمقنا الإفريقي الذي يشكل مجالا لفرص واعدة فإننا حريصون على نهج مقاربة متجددة قائمة على التضامن
ومبنية على تعزيز الأمن والاستقرار خاصة في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن خلق شروط تنمية بشرية تسهم في النهوض بالإنسان الإفريقي طبقا لأهداف الألفية للتنمية. كما أن ما يجري من أحداث ومتغيرات في منطقة جنوب المتوسط يؤكد ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مسارات الشراكة بين الشمال والجنوب من أجل خلق فضاء اقتصادي وإنساني متضامن ومنسجم تتقاسم شعوبه قيم الديمقراطية والتنمية المشتركة. ويمكن لشراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي بمختلف أبعادها أن تشكل مصدر إلهام لصياغة هذه المقاربة المتكافئة ذات المنافع المتبادلة. وسيواصل المغرب تعاونه مع باقي الشركاء في القارتين الأمريكية والإسيوية في إطار شراكات استراتيجية مثمرة، بما يضفي المزيد من الحيوية على شراكاتنا عبر العالم. شادي العزيز، في هذا الظرف التاريخي المتميز بتدشين عهد دستوري جديد، نستحضر بكل خشوع وإكبار الأرواح الطاهرة لجدنا المقدس بطل الحرية والاستقلال جلالة الملك محمد الخامس ووالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني باني الدولة المغربية العصرية وكفة الشهداء الوطن الأبرار أكرم الله مثواهما. كما نتوجه بالإشادة إلى قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن حوزة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره. شعبي العزيز، كما أن لكل زمن رجاله ونساءه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته، فإن دستور 2011 بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد الدساتير يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية والمواطنة الملتزمة والمسؤولية العالية وخدمة الصالح العام. كما يتطلب انتهاج سياسات المقدامة الكفيلة بتحسين المكتسبات وتقويم الاختلالات والنهوض بالإصلاحات الشاملة، وذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد موحد ومتقدم يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه ويحفظ كرامتهم ويصون وحدة الوطن وسيادته. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، قد ترأس اليوم بقصر مرشان بطنجة حفل استقبال بمناسبة الذكرى 12 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. بعثة الأولى والتفاصيل. قصر مرشان بطنجة في هذا اليوم المبارك السعيد، وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل يترأس حفل استقبال بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 12 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. والاحتفال والمناسبة الغالية فرصة لتجديد الروابط العميقة التي تجمع بين الملك والشعب.
مناسبة عيد العرش المجيد تكتسي دلالة عميقة وتمثل لحظة قوية في حياة الشعب المغربي، تعكس التلاحم القائم بين الشعب وجلالة الملك. يتقدم للسلام على جلالة الملك عمداء فرق السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط، ويهنئون جلالة الملك بالعيد السعيد. سفير أنغولا عميد السلك الدبلوماسي وعميد الهيئة الدبلوماسية الإفريقية. سفير دولة قطر عميد الهيئة الدبلوماسية العربية. سفير الفاتيكان عميد الهيئة الدبلوماسية الأوروبية. سفير جمهورية البيرو عميد الهيئة الدبلوماسية الأمريكية. سفير جمهورية الهند عميد الهيئة الدبلوماسية الآسيوية. كما يهنئ كبار رجالات الدولة والشخصيات المغربية جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد، ويسعدون بهذه المناسبة الجليلة: سيد عباس الفاسي الوزير الأول، سيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، سيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، سيد مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى، سيد مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، سيد محمد أشرقي رئيس المجلس الدستوري، سيد أحمد المداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، سيد شاكب بن موسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيد عبد العالي بن عمور رئيس مجلس المنافسة، سيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، سيد عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة الوسيط، السيد خليهنا ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الجنرال دكور دارمي، عبد العزيز بن ناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دكور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، الجنرال دكور دارمي بوشعيب عروب رئيس المكتب الثالث، الجنرال دو ديفيزيون حميد العنيقري مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية، الجنرال دو ديفيزيون أحمد بوطال مفتش القوات الملكية الجوية، الجنرال دو بريغاد محمد الغماري مفتش البحرية الملكية، والجنرال دو بريغاد حدو حجار مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية، والسيد شرقي الدريس المدير العام للأمن الوطني، والسيد ياسي المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد يسف الكاتب العام للمجلس الأعلى العلمي. ويهنئ رؤساء الكنائس والبيع صاحب الجلالة المونسينيور فانسان لامدي الكبير قساوسة الرباط، الأسقف سامويل أمدرو رئيس الكنيسة الأنجليكانية، ويوسف إسرائيل الحاخام الأكبر بالمغرب. السيدة بهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية تقدم لجلالة الملك كتابا من تأليفها بعنوان البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب. وبهذه المناسبة السعيدة يوشح سيدنا نصره الله رئيس أعضاء لجنة مراجعة الدستور بوسام العرش من درجة قائد رئيس اللجنة السيد عبد اللطيف المنوني. أعضاء اللجنة السيد عمر عزيمان، السيد عبد الله السعف، السيد إدريس اليزامي، السيد محمد طوزي، السيدة أمينة بوعياش، السيد أحمد حرزني، السيدة رجاء مكاوي، السيدة نادية برنوسي،
السيد ألبير ساسون. السيد عبد الرحمن ليبك. السيد إبراهيم السملالي. السيد عبد العزيز المغاري. السيدة أمينة المسعودي. السيدة زينب الطلبي. السيد محمد سعيد بناني. السيد نجيب با محمد. كما يوشح سيدنا أعز الله بهذه المناسبة السعيدة ممثل المصالح الأمنية الوطنية التي ساهمت في التحقيقات الخاصة في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى أرغانا بمدينة مراكش، وسام العرش من درجة ضابط السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن الإدارة عن مراقبة التراب الوطني المراقب العام محمد الرجي، عن الإدارة العامة للأمن الوطني العميد الإقليمي توفيق صايغ، عن الدرك الملكي النقيب كريم الغماري، عن القوات المساعدة الليوتنون كولونيل مهدي إدير، الوقاية المدنية المقدم مرابط شوقي، كما يوشح أعزه الله بوسام الكفاءة الفكرية السيد نادر الخياط رضوان المنتج والموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية الحاصل على جائزة غرامي أوورد 2011. الله يبارك عمر سيدي. نحيي اليوم ذكرى عيد العرش المجيد، ويتقدم الشعب المغربي بالتهنئة والتبريك لجلالة الملك، ويعرب الشعب المغربي عن وحدة مشاعره لجلالة الملك، عن مظاهر ولائه وتعلقه في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى الغالية وفي كل المناسبات والذكريات، عن امتنانه للجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك على درب التقدم والتطور. وضيوف جلالة الملك في هذا الحفل الكبير شعور فياض بالاعتزاز تنبض قلوبهم بالصدق والوفاء والتعلق، هم نموذج ومثال لكل الشعب المغربي الذي يحمل من الحب لجلالة الملك ما يتدفق اليوم عواطفا ودعاء مسترسلا بالنصر والتمكين لجلالة الملك. ضيوف جلالة الملك يساندون ويباركون ويؤيدون اختيارات جلالة الملك، وفرحة العيد السعيد عيد العرش المجيد، ومشاركة جلالة الملك الأسرة الكبيرة أسرة الشعب المغربي تأكيد على النبض المشترك لقلب ملك وشعب امتزجا في الأفراح والمسرات كما تكاتفا في المسيرات والإنجازات. في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله نعيش الاحتفال اليوم في ظل دستور جديد رسم معالم التحول النوعي الكبير الذي يجدد لدينامية أكثر تطورا وتقدما. لقد احتضن المغاربة بيعة الرضوان وراثة نبوية ونسبا زكيا، ولم يزل أمرها قائما وإلى اليوم
يتمسك المغاربة بهذه البيعة الخالدة التي عقدوها لملوكهم عهدا وميثاقا، ويتسابقون لتجديدها في كل مناسبة تنويها بقدرها المتين وتشبتا بعهدها المتين. واليوم في ذكرى عيد العرش المجيد، والمغاربة يسترشدون بقيم هذا الميثاق الجليل، ميثاق بيعة الرضوان بين جلالة الملك الذي قلده الله رعاية شأن الأمة، وبين شعبه الوفي الحافظ للأمانة المتوارثة جيلا بعد جيل، يقود العرش والشعب مسيرات تلو مسيرات لبناء المغرب المتطور. وفي كل لقاء كما في هذا اللقاء وهذه المناسبة المعطرة بالأمجاد، يكون التأييد العميق والوفاء والامتنان والولاء لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبعد ترأس جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حفل الاستقبال بهذه المناسبة السعيدة في طنجة، حل جلالته بعد ظهر اليوم بمدينة تطوان التي خصصت ساكنتها استقبالا جماهيريا حارا على طول الطريق التي مر منها الموكب الملكي، معبرة بذلك عن فرحتها بمقدم جلالته وعن تعلقها بأهداف العرش العلوي المشيد. يدخل جلالة الملك حفظه الله مدينة تطوان قادما إليها في حفظ الله ورعايته من طنجة، التي احتضنت اليوم حفل الاستقبال الكبير بمناسبة عيد العرش المجيد، الذكرى 12 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين. وتخص الحمامة البيضاء الموكب الملكي بكل الترحيب والوفاء لقسم المحبة الصادقة التي تسري في عروق كل المغاربة تعبيرا خالصا ومخلصا لجلالة الملك وللعرش المجاهد الذي وحد الأمة المغربية روحيا ووطنيا، وتأسيسا على قيم ومثل التعاقد الوثيق والعهد المتجدد الراسخ بين العرش والشعب، تسعد هذه الجموع وتبتهج بهذه المناسبة الغالية. هذه الجموع من أبناء شعبنا في تطوان يحتفلون بعيد العرش المجيد، ويحتفلون بالتحول الكبير الذي تحقق بإرادة الملك والشعب، والتي تجلت في دستور جديد بمضامين متقدمة ترسخ لدولة القانون وحقوق الإنسان والحكامة والتنمية، تنعكس ثماره على الوطن والمواطن حرية كرامة ومساواة وعدالة اجتماعية. كل الأصوات في تطوان المنبعثة من كل مكان، كل الحناجر المتدفقة حماسا، هي تنبض ولاء وإخلاصا، هي تبارك النعم المسجاة على هذا الوطن الذي واصل الخطى خلف جلالة الملك في مشاريع تستجيب لطموحات المواطنين، في خطط متعددة المحطات لكنها تصب في برامج محددة الأهداف ضمن استراتيجية متكاملة تؤهل مختلف المجالات، تقوي تنميتها وتعلي مكانتها وتمتد إلى كافة الجماعات في كل الجهات. إنها مشاعر المواطنين في تطوان تلاحم وارتباط بجلالة الملك. تحية لتطوان، تحية لأبناء تطوان في كل جزء وناحية وموقع، تحية لأهل تطوان الذين يجددون العهد في هذه المناسبة المباركة، مناسبة عيد العرش المجيد. بهذه المناسبة السعيدة وعلى الساعة 2 من زوال يوم غد الأحد، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة المشور السعيد بالقصر الملكي بتطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط الجدد المتخرجون من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والمدنية.
وعلى إثر ذلك سيترأس جلالة الملك أعزه الله بنادي الضباط التابع للحرس الملكي بمدينة تطوان مأدوبة الغذاء التي تقيمها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بهذه المناسبة المجيدة. وفي الساعة الرابعة من عشية نفس اليوم سيترأس جلالة الملك نصره الله حفل الولاء بساحة المشور السعيد بالقصر الملكي بمدينة تطوان. كما ستترأس صاحبات السمو الملكية الأميرات الجليلات مأدوبة مساء اليوم مأدوبة العشاء التي سيقيمها صاحب الجلالة أعزه الله بقصر مرشان بمدينة طنجة تكريما للسيدات المدعوات. هذا وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد اليوم بالجولف الملكي بطنجة مأدوبة غداء أقامها الوزير الأول بمناسبة الذكرى 12 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وقد حضر هذه المأدوبة عدد من سامي الشخصيات الوطنية والأجنبية. لنتابع. حفل الغداء المقام بمناسبة الذكرى 12 لعيد العرش المجيد والذي ترأسه صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد بمدينة طنجة عرف حضور مختلف الشخصيات الوطنية والأجنبية. حفل أقامه الوزير الأول في سياق الاحتفالات المقامة تخليدا لذكرى تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. حدث عيد العرش المجيد مناسبة وطنية تعرف مشاركة مختلف الفعاليات الوطنية وجموع المواطنين إلى جانب شخصيات أجنبية. حفل الغداء عرف حضور الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء الحكومة، إضافة إلى سامي الشخصيات والمسؤولين على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وسامي الشخصيات العسكرية. وتتميز احتفالات هذه السنة بإقرار دستور جديد يفتح آفاقا لدخول المغرب عهدا ديمقراطيا جديدا. وقد حضر الحفل أيضا ممثلون عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج. حفل الاستقبال الذي ترأسه جلالة الملك حفظه الله تميز بتوشيح جلالته لعدد من الشخصيات من بينها أعضاء لجنة مراجعة الدستور. نستمع فيما يلي لتصريحات بعض من تم توشيحهم من قبل جلالة الملك بهذه المناسبة السعيدة. حقيقة إنه اليوم يوم مشهود حظينا فيه بتكريم وتشريف من قبل جلالة الملك، بحيث وشحنا بوسام العرش من درجة قائد كتتويج وكرضا وتعبير عن رضا جلالة الملك عن العمل الذي قمنا به في إطار لجنة الاستشارية لتعديل الدستور. والحقيقة اليوم بالذات أشعر بأن هذا الدستور قد نال، مشروع الدستور الذي تقدمنا به قد نال الرضا وقد نال رضا المغاربة جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك. وبالتالي فأنا سعيدة غاية السعادة، وربما الكلمات لا تعبر بشكل كافي عن مكنونات الصدر. وهو أول كتاب يجمع في مضامنه نصوص بيعة السلاطين والملوك العلويين، ويؤرخ للبيعة في أبعادها الحضارية واستمراريتها التاريخية. وتبدو من خلال هذه الدراسة أن البيعة نطاق مستمر بين الملك والشعب، تقوم البيعة على أسس شرعية دينية، فهي تكرم آل البيت وتجعلهم أهلا للملك، وهي التعاقد الأولي بين الملك والشعب. فالبيعة هي شروط وواجبات. هذا واحد الإحساس خيالي، راه بحال واحد الحلم لأي مغربي، وأي واحد اللي عنده القلب على المغرب كيحلم به، والحمد لله راه تحقق بالنسبة لي. وواحد الإحساس أكثر من أي حاجة اللي حسيتها من قبل، لأن أنا ديجا ربحت المسائل، ربحت الجراميس وبي ام اووردز، مسائل كبيرة الحمد لله في العالم، ولكن من الرضا سيدنا كيجي بهذه الطريقة هذه راه إحساس غريب وكبير عظيم. تبارك الله الحمد لله. الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد تعرف كل سنة مشاركة مكثفة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذه ارتسامات بعضها عن مشاركتها في هذه الاحتفالات.
نحن كجالية مغربية بالخصوص في إيطاليا وحتى في أوروبا كيسعدنا الشرف لهذا اللقاء اللي هو ودي. كيف كتشوفوا صاحب جلالة ما نساش أي واحد من هذا الطرف من هذه الجالية، وحنا كنردوا له دائما نداؤنا، احنا وراه وراه دائما وراه. كنا يعني متشوقين لهذا النهار، وحنا فرحانين بزاف صاحب جلالة وبالإصلاحات اللي دار اللي مكنات المغرب باش يكون يعني في الأول في القدام، ماشي غير في الدول العربية والإفريقية، ولكن من الدول اللي دارت إصلاحات وغادي يمكن ان شاء الله المغرب باش يوصل القدام. احنا فرحانين بزاف باللي اون بي بارتيسيبي لهاد العيد العرش، وكنشكروا سيدنا وعاش الملك لانه دعا الجاليه المغربيه من كل بلدان العالم باش يشاركوا في هذه المناسبه الكريمه، وكنجدوا ولائنا واخلاصنا لصاحب الجلاله، وحنا دائما وراه في اي عمل قام به. قدم التهاني لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، وكنشكروه على كل المجهودات اللي كيبذلها اللي بذلها النهار اللي طلع على العرش اسلفه الميامين. نحن بدورنا نهنوا صاحب الجلاله بهذه الذكرى العظيمه اللي تسرق قلوبنا كاملين نحن المغاربه، ونتمنى له التوفيق وطول العمر والى الامام ان شاء الله. انني قبل كل شيء اهنئ صاحب الجلاله الرياضي الاول محمد السادس حفظه الله بهذه المناسبه الغاليه، واهنئ الشعب المغربي من طنجة للقويرة وعاش الملك. احنا جد فخورين لحضور الحفل الولاء للمناسبة عيد العرش المجيد اللي هاد السنة تيصادف واحد مجموعة من المعطيات ومجموعة من إيجابيات اللي عرفتها الدولة المغربية والمملكة المغربية. الملك راه رحبي بنا وخونا وصاحبنا وبونا وكل شيء اللي تنجدو عليه، تنجدو هو الولاء ديالنا في كل لحظة وعاش الملك. أتشرف بالمشاركة في عيد العرش المجيد، ونشكر الملك محمد السادس على اهتمامه بالجالية. وفي بلغ لوزارة العدل بهذه المناسبة السعيدة، تفضل مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 968 شخصا، وهم كالآتي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 سجناء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 672 سجينا، العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 60 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 56 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 166 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وبهذه المناسبة السعيدة، توصل جلالة الملك ببرقيات تهاني وتبريك من ملوك ورؤساء الدول الصديقة والشقيقة، برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ومن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ومن العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. برقية أخرى توصل بها جلالة الملك من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من أمير دولة قطر حمد بن خليفة الثاني، من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا كاباناغ، والرئيس الفيدرالي الألماني كريستيان فولف، وإمبراطور اليابان أكي هيتو، ثم رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جينتاو. ومنذ مساء أمس عاشت مدينة طنجة على إيقاع احتفالات كبرى تخليدا لهذه الذكرى المجيدة، فمن جهة جاب موكب حملة المشاعل أهم شوارع المدينة في عرض أصيل متناغم، بينما شاركت فرقة الخيالة التابعة للحرس الملكي بعرض جمع بين تقاليد الفروسية وبين الأداء الموسيقي المتميز، والصورة ينقلها لنا هذا الروبورتاج. We'll be right back.
هذا وقد تحولت سماء مدينة طنجة إلى لوحات متلألئة سطعت فيها الشهب الاصطناعية بألوانها المتعددة في عرض جذب إليه أنظار الآلاف من المواطنين، والصورة تغني عن كل تعبير.